أولاً أعتقد بأن الإسرائيليين حقيقة هم بدأوا يتخذون موقفاً وهم يحاولون بالعديد من الطرق أن يقوضوا الحكومة الإيرانية، ويبدو بأنهم اليوم بدأوا يستهدفون حياة الناس من خلال هذه التفجيرات، وهذا شيء مستمر، وأعتقد بأنهم يريدون أن يقوم الشعب الإيراني في ثورة ضد حكومته، ولكن هذا لا يحصل. فيما يتعلق بإيران، أعتقد أن إذا هجمت إيران فإن الإيرانيين سوف يحاولون أن يقصفوا تلك الأهداف. هذه الأهداف ليست جديدة، أنا رأيت العديد من الخرائط في السنوات الماضية والتي تظهر نفس الكثافة من الأهداف العسكرية والنقاط العسكرية داخل إسرائيل، ولكن في نفس الوقت فإن الإيرانيون لديهم هذه القدرة، ولكن هناك تكنولوجيا متاحة والتي قد تسمح للإسرائيليين بتحديد أين سوف تسقط الصواريخ ومن أين سوف تنطلق تلك الصواريخ، وسوف تدمر تلك الأهداف مباشرة إذا كان لدى الإسرائيليين تلك التكنولوجيا. ولكنني أعتقد بأن إيران تظهر ضبط النفس، لأنهم يعرفون بأن إسرائيل تطبق خطتها البديلة، وهي بالضبط ما نراه في الأخبار اليوم، وهي مهاجمة هذه الأهداف المدنية بما في ذلك بعض المنشآت النووية وقتل بعض العلماء النوويين الإيرانيين بهدف زعزعة الاستقرار في إيران، ولغاية الآن فإن ذلك ليس ناجحا جدا بالنسبة لهم. طيب، ولكن دعنا نكون صريحين، سبق لإسرائيل من مهاجمة منشأة نطنز بشكل واضح، وثبتت هذا الأمر العديد من المصادر، واعترفوا تقريبا الإسرائيليين في مهاجمة المنشآت النووية، وكشفوا أصلا كيف قاموا بهذا الأمر بالتفاصيل مؤخرا، وإيران لم تتصرف ولم ترد نهائيا. لماذا هذه المرة لو استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، إذا كانت عن طريق الموساد أو عن طريق ضربة عسكرية، يجب علينا الآن أن نصدق بأن إيران فعلا ستضرب إسرائيل؟ أعتقد بأن إذا قصفت هذه المواقع حقيقة مقارنة بما تفعله إسرائيل اليوم، وهو هذه الاختراقات الإلكترونية وغيرها، فأنا أعتقد بأنه سيكون هناك استجابة من الإيرانيين. ولكن إن حصل ذلك وهجمت هذه المواقع وهاجمت إيران، فهذا سوف يطلق حربا كاملة في الشرق الأوسط مجددا، ولكنها سوف تكون حربا إقليمية لن تتوقف أو تقتصر على هذين الطرفين. أعتقد أن الإيرانيين لا يرغبون بإبداء ما يملكونه وما هي الممتلكات أو القدرات التي لديهم. أعتقد أن لديهم قدرات كبيرة وقد طوروها، بما في ذلك دقة صواريخهم، وهذا قلق كبير. بالمقابل فإن الإسرائيليين يسعون إلى الدفع نحو خط محدد، ولكنهم يحاولون بيأس أن يدفعوا الولايات المتحدة أن تنفذ الهجمات وتقصف بالنيابة عنهم، ولطالما كان هذا هو تاريخ الطريقة الإسرائيلية، كانوا يخلقون ظروف الفوضى ومن ثم يدفعون طرفا آخر كالولايات المتحدة ليقوموا بالعمل العسكري بالنيابة عنهم، وفي هذه الحالة سوف تصبح حربا أمريكية وليس حربا إسرائيلية، والولايات المتحدة في هذه الحالة سوف تكون هشة، لأن لديها تقريبا 37 قاعدة حول إيران، وهذه القواعد سوف تكون معرضة لتهديد كبير، وسوف تنطلق حرب كاملة في ذلك الإقليم. وإن حصلت مثل هذه الفوضى وهذه الحرب في هذه المنطقة، فإن ذلك سوف يؤثر على كل العالم، لن يقتصر الأثر على المنطقة، بل سوف يؤثر على التجارة وعلى كل شيء في العالم، وسيتكون هذه حربا مدمرة على كل العالم.